انا هسأل سؤال لمودة والمنة بكل صراحة، لو جه العريس هتقولي له يجي يقابلك فين؟ في بيت هيتقدم اسرتك لمين؟ بيت يقابل اهلي طبعا والدك طبعا، ولا يقابلك في البيت ده؟ بيت اهلي طبعا، ما ينفعش اصلا يجيلي فين؟ بيت اهلي وش يعني. طب ما يسألك سؤال يقولك سيبها طيب بيت اهلك ليه؟ ما بدرس كويس. مثلا، سكنهم بعيد عن مكان الدراسة، ما هو طبعا ده طبيعي. طب معلش، ما هو في نقطة هسأل فيها منا. ما هو واضح يعني يا جماعة، من غير يعني شطارة قوي، ان الراجل المصري يعني يمكن اغلب الظن ان هو مش هيوافق على الوضع ده. لا هو اوريدي وافق واوريدي، وانا قاعده لوحدي راح اتقدم لاهلي وانا قاعده لوحدي. فعلا وهو يعني لا انا معاك في الراي ده فري، فعلا. يعني راجل مش همه حكاية انت عايشة لوحدك لا لارج خالص. خالص طب اتكلمتوا مع بعض يعني عادي، قالك هو ما ايه؟ عندوش مشكله في الموضوع، انه احنا شخص عارفني صحاب مثلا من زمان، جه قال لي انا عايزه اتجوزك عادي، وهو عارف ان انا عايشه لوحدي وكل حاجه. طيب اوكي، اهلي بس موجودين انت نروح لهم طبعا، يمكن دي عشان حاله معاشرها فرديه، بس زي ما هي بتقول متهيألي. بقاله سنين لا هو عارف بس هو اهلها ايا كان، انا حتى لو مش حاله فرديه انت بالنسبه اغلب لك في حد جاي يتكلم معاكي في جواز؟ هو فيه، بس بتبقى كلام بس، اللي هو يعني مفيش حد. انا دلوقتي انا مقتنعه جدا برايك، مفيش حد دلوقتي هيتجوز واحده مثلا ايه اللي هو عايشه. طب انت فعلا زي ما هي قالت الدكتوره، إيه انت عايشه لوحدك انا ليه؟ عاجبني انت اللي بتقدر شجاعتك تختار وصراحتك برضو يا الناس موده. اللي حواليك ان هم طيب يقدروا في يعملوا ايه. بص لها حتى نظره وحشه، اذا كان المجتمع بيبص لي يبقى اللي هو هيتجوزك ده مش هيبص لك بنظره وحشه، ده اول واحده هيبص لك بنظره وحشه. لا يبقى عايز مراته تبقى احسن واحده، اللي هي اصلا الناس هتتكلم اللي هو انت متجوز مين؟ ايه ده، ده البنت دي اللي هي عايشه لوحدها، لا 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 دي مش كويسه ما تتجوزهاش بس خلاص. طب مين لو انت الناس؟ طب انت لو انت ناس مين؟ يا موده، لو انت مدركه لده، عمر ده عايشه خلاكي في تفكري مجتمعي انك انت منا خلاص. ترجعي؟ عايشه كنت عايشه في طبعا مجتمعي، انت طبعا. عارفه انت طيب بتعملي ايه تعالوا نسمع وعارفه ايه بعض الصح يا وايه جماعه، الغلط. تعالوا نسمع بعض. هسمع عدد من الجماعه المشاهدين عايزين برضو ايه نتفاعل معاهم شويه. هبدأ بمحمد.